زالت أشواطنا تتوالى شوطا تلو الآخر في هذه الأمسية، أمسية الإذاعة وشعارات أبناء القبائل الحاضرة بكل قوة في هذه الأمسية. شوطنا السادس عشر، شوط خاص بالإذاعة الجعدان، المهجنات الأصايل في هذا الانطلاق وبهذا الاندفاع المتميز. نسير بالصدارة، نتابع بداية هذا الشوط، نتابع المقدمة ومرهئ اللي قاد المجموعة بشعار مطر بن محمد بضبيع الكتبي، من بدأ يتقدم وينطلق ويندفع بناموس هذا الشوط. النمر مع المركز الثاني لخليفة بن محمد بن زهرة الخيلي، وعلى مستوى المركز الثالث نتابع التقدم من الجانب الآخر، لكن اللي وصل بهذا التقدم وبهذا الانطلاق العاصوف لحمدان بن حمد بضعي بن غدير، من قدم العاصوف بهذا الاندفاع الواضح والباين اللي انطلق بناموس هذا الشوط، يلي مع المركز الثاني مرهي بالشعار مطر بن محمد بن ضبيعة الكتبي، ومع المركز الثالث من الجانب الآخر الشبابي عيسى بن سعيد بن عيسى الخيلي، متابعا لتحدياته الشبابي مع المركز الثالث. المركز الرابع تحديات ملبي لطهميبة بن مطر بن عنودة العامري، وعلى مستوى المركز الخامس ياتي الطاير راشد بن حمد بن علي العويسي يقدم الطاير، مع المركز الخامس سادس الانطلاقات ياتي وبران بالشعر عبيد بن حلوس بن ذيبان العامري، وعلى مستوى المركز السابع يتسلل يتقدم ينطلق المتحد راشد بن محمد بن خليفة الغفري، ياتي بدوره مع المركز السابع. المركز الثامن جلمود لسعيد بن حمد بن بهيان العامري، وعلى مستوى المركز التاسع التحديات القادمة في هذه اللحظات مع الشبابي لأحمد بن سعيد بن أحمد الرميثي مقدما للشبابي، مع المركز التاسع عاشر الانطلاقات عاشر التحديات ينطلق عباس حمد بن محمد بن فهيد العجمي مقدما لعباس، مع المركز العاشر. هذه النتيجة لمراكزنا العشر المتقدمة. لنا عودة مع الصدارة مشاهدينا متابعينا الكرام، نتابع بداية هذا الشوط، نتابع المقدمة، وأرى هناك اللي قاد المجموعة العاصوف، من اندفع بناموس هذا الشوط شعار حمدان بن حمد بضعي بن غدير يقدم العاصوف، ينطلق بناموس هذا الشوط يلي مع المركز الثاني تحديات مرهي لمطر بن محمد بن ضبيعة الكتبي، ومع المركز الثالث يتسلل الشبابي لعيسى بن سعيد بن عيسى الخيلي، متابعا لتحديات الشبابي مع المركز الثالث. رابع على انطلاقات جرمود بالشعار سعيد بن حمد بن بهيان العامري، ومع المركز الخامس يصل يتقدم الشبابي شعار احمد بن سعيد بن احمد الرميثي. وصلت الاسامي، وصلت الشعارات، غيث القادم بكل قوه محمد بن عبد الله بن دبيله يقدم غيث بهذا الانطلاق بهذا الاندفاع المتميز، وعلى مستوى المركز السابع القدوم في هذه اللحظات والتسلل الملبي لطهميمة بن مطر بن عنودة العامري. ثامن الانطلاقات، ثامن التحديات. نتابع مشكورة لراشد بن حمد بن سالم بن سريم الكتبي، ومع المركز التاسع انطلاقة الحساس لعبد العزيز بن سيف بن علي بن كليب الكتبي، ومع المركز العاشر شعار بن حلوس ياتي على مستوى المركز العاشر بانطلاقاته
وتحديات هذا الشوط، ولكن لنا عودة مع الصدارة، مع البداية والعصوف، العصوف على قمة الهرم ينفرد انفراد كلي بناموس هذا الشوط. حمدان بن حمد مضعيب بن غدير الاكتبي متابعا منطلقا بتحديات العصوف، يشق طريقه الى الانتصار لناموس هذا الشوط بهذا الاداء المتميز وبهذا العرض المثير والرائع. ينفرد انفراد كلي يغرد خارج السرب وحيدا منطلقا مندفعا بتحديات هذا الشوط. المركز الثاني، المركز الثاني مرهي، مرهي مع المركز الثاني مطر بن محمد بالضبيعة الاكتبي، يصل مع المركز الثالث ملبي لطهميمة من مطر بن عنودة العامري، ومع المركز الرابع من الجانب الآخر وبران لعبيد بن حلوس بن ذيبان العامري، خامس الانطلاقات الشبابي لأحمد بن سعيد الرميثي، وصل مع المركز السادس مشكور لراشد بن حمد بن سالم بن سريم الاكتبي، شعار عبد العزيز بن سيف بن علي بكريب القادم بكل قوة بتحديات الحساسة يتقدم مع الأسامي المتقدم، ولكن اللي وصل في هذه اللحظات غيث محمد بن عبد الله بن دبيلة، يقدم غيث مع المركز السابع. ثامن الانطلاقات جلمود لسعيد بن حمد بن بهيان العامري، ومع المركز التاسع تاسع الانطلاقات ياتي الفاتن حمد بن حميد بن غاسي العمري بأول ندى، يتقدم مع المركز التاسع. عاشر الانطلاقات عاشر التحديات كاش لأحمد بن سعيد بن غانم بن يريو المنصوري، والنداء الأخير للعشر المراكز المتقدمة، حيث أن غادرنا لوحة الكيلو المتر الأخير، الكيلو المثير والعاصوف على الصدارة، العاصوف العاصوف على مقدمة هذا الشوط حمدان بن حمد بن ضعيب بن غدير الاكتبي، ولكن القادم احلى. الحساس 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 بدا يتسلل، بدا ينتزع ناموس هذا الشوط لعبد العزيز بن سيف بن علي بكليب الاكتبي، ومن الجانب الاخر ولكن ارصدني ارصدني تحدياتي غيث لمحمد بن عبد الله بالدبيله، ومن الجانب الاخر وبران العبيد بن حلوس بن ذيبان العامري، يصل مع المركز الرابع ملبي، بدا يلبي الندى، بدا يلبي الندى طهميمه من مطر بن عنوده العامري، وشعار بن مهيان القادم في هذه اللحظات بانطلاقه جلمود سعيد بن حمد بن مهيان العامري، واللحظات اللحظات الاخيره، ولكن لكن الحساس الحساس اللي بدا اللي بدا ينفرد. رصيد السيارة في العام الماضي أيضا سجلات حافلة بالإنجازات ما شاء الله تبارك الله. الحساس الحساس يهدي السلامات لهالي المدام، لهالي المدام، تهانينا لعبد العزيز بن سيف بن علي بن كريم الاكتبي، تهانينا لسيف بن علي بن كريم الاكتبي الداعم الرئيسي لهذا الشعار. المركز الثاني ملبي طهميمة بن مطر بن عنود المركز الثالث، ياتي وبران العبيد بن حلوس العامري المركز الرابع، غيث محمد بن عبد الله بن دبيله المركز الخامس، جلمود لسعيد بن حمد بن بهيان العامري. هذه النتيجه مشاهدينا متابعينا الكرام لمراكزنا الخمسه المتقدمه. لنا عوده مع التوقيت الزمني ولحظات الوصول الى خط النهايه بانطلاقه الحساس، حيث ان قطع المسافه في فتره زمنيه مقدارها ولحظات وصوله الى خط النهايه 9 دقائق بالتاكيد، ثانيه واحده وثمان اجزاء من ثانية. تهانينا لعبد العزيز بن سيف بن علي بكريم الكتبي، بينما اللي وصل مع المركز الثاني ملبي جاء بتوقيت زمني مقداره 9 دقائق ثانيتين 4 اجزاء من الثانية. تهانينا لطهميمة بن مطر بن عنود العامري، واللي وصل مع المركز الثالث مشاهدينا متابعينا الكرام. هذه لحظات وصول ايضا وتحديات وبران 9 دقائق 4 ثواني 8 اجزاء من الثانية. تهانينا لعبيد بن حلوس بن ذيبان العامري، تهانينا للجميع والناموس، والى We'll be right back.